ثم نقول لهم: لماذا منعتم استيراد اللحوم الاسترالية؟ لماذا منعت في كثير من البلاد الأوروبية بعد ظهور مرض جنون البقر، مع أن الإصابات التي يمكن أن تحصل قد تكون قليلة جدا نسبة الإصابة؟ لماذا منع استيراد الطيور الحية في أغلب أنحاء العالم ونقلها من بلد إلى بلد بسبب ظهور فيروس إنفلونزا الطيور، مع أن الاحتمال في بعض الحالات ضعيف جدا؟ لماذا صارت هناك رقابة على انتشار الطابعات الليزرية الملونة عالية الدقة، ممنوع بدون ترخيص وتسجيل في بعض الأماكن والبلدان والهيئات المختصة، لئلا يؤدي إلى تزوير الأوراق الرسمية والعملة، مع أنه ليس كل من يشتري طابعة ليزرية ملونة سيقوم بالتزوير، بل نسبة المزورين في الذين يشترون الآلات الليزرية الملونة قليل جدا؟ لماذا شروط ومعايير بناء المساكن، مثلا شبكة غاز الطبخ بمواصفات معينة، تمديدات الأسلاك الكهربائية بمواصفات معينة، الأنابيب التي تسير فيها الأسلاك الكهربائية، المسافة المعينة بين أنابيب الأسلاك وأسلاك التوتر العالي، هذه الأشياء التي هي في قضية السلامة، لماذا؟ مع أنه لا يشترط إذا وضعنا هذه الأنابيب التي تسير فيها الأسلاك بجانب بعضها أن يحدث تماس كهربائي وأن يحترق المكان. يقولون احتياطاً، نقول النسبة 1%، يقولون احتياطاً، وإذا ما فعلت تعاقب. لماذا يلزم ركاب الطائرات بشد أحزمة المقاعد، مع أنه قد تقلع الطائرة ولا يحدث أي ارتجاج، وتكون الرحلة في أجواء مستقرة ولا يكون هناك أي مطبات جوية، وتنزل الرحلة نزولاً هادئاً ناعماً بإطاراتها على مدرج المطار ولا يكون هناك أي ارتجاج؟ لماذا تلزمون الركاب بشد الأحزمة على المقاعد، بل وتعاقبون وتغرمون في السيارات في الشوارع ربط الأحزمة، والطيار له الحق أن يمنع الراكب من البقاء على الرحلة إذا لم يلتزم، بل يخرج ويحقق معه إذا لم يلتزم بأنظمة إياتا منظمة الدولية للطيران؟ لماذا يمنع إعطاء الأدوية للمرأة الحامل أثناء الحمل، مع أن الجنين لا يشترط أن يتأثر وكثيرا ما يولد سليما، فيقال احتياطا حتى لا يتضرر الجنين؟ لماذا توجد قوانين صارمة جدا في أنظمة الملاحة الجوية وأنظمة الملاحة البحرية؟ لماذا ترخص الأسلحة النارية ويمنع استخدامها بدون ترخيص احتياطا حتى لا يؤدي إلى استخدامها في الجرائم؟ طيب كم نسبة الذين يستعملونها أو الذين يقتنونها والذين يستعملونها في الجرائم؟ فلماذا الأنظمة والقوانين؟ لماذا التوقف عند الإشارات؟ لماذا في أنظمة وأنظمة وأنظمة إلى آخره من أمور دولية ومحلية؟ لماذا؟ يقولون احتياطاً أنظمة دفاع مدني وأنظمة صحية وأنظمة ملاحة وأنظمة بناء احتياطاً، ويلتزمون بها وتعاقب القوانين عليها احتياطاً. نقول نسبة 1 في 1000 أن يحدث حريق، يقولون ولو احتياطاً. 1 في 1000 لا نريده، 1 في 1000 كارثة ومصيبة. فإذا جينا إلى قضية الاختلاط ومسألة اختلاط النساء بالرجال، القوم لا يحرون خبراً ولا ينبسون ببنت شفا، ويناقضون هذا الأصل ويريدون نسف مسألة سد الذرائع ونسف مسألة الاحتياط في الشريعة، ويقولون هذه تعقيدات وهذه تشديدات. سبحان الله، لماذا لم تقولوا ذلك في مواصفات الأبنية
والاحتياطات ضد الحرائق والحوادث والملاحة والصحة إلى آخره. ليش تطعم الولد؟ يعني إذا ما طعمت الولد ضد الشلل كم نسبة أن يصاب بالشلل؟ واحد في كم؟ 100,000، 10,000، 1,000، واحد في 1,000 تطعم التطعيم. لماذا؟ ومع ذلك يطعمون ويوجبون التطعيمات، يقولون احتياطاً سداً لطرق المرض حتى لا تحدث الحالة ولو كانت نادرة. طيب شرع الله أولى بالاحتياط، شرع الله أغلى، شرع الله أعلى، حكم الله أوجب، حكم الله أقدس، فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقد علمنا من تجارب الأمم في مشرقها ومغربها ما يحدث لديهم من الاختلاط. وعندما قال قائلنا من المنافقين إن الكبت الحاصل قبل هو السبب، الآن إذا حصل الاختلاط ستنفك العقدة ويزول هذا الكبت وتصبح الأمور طبيعية بين الجنسين، لكن بسبب أنكم مجتمع مغلق محافظ في الجملة هذا السبب، إذا صار اختلاط حصلت القضية بأبعاد وصار لها هذه الضجة. فالجواب، هل هذا الكبت الجنسي قد انفكت عقدته في الغرب لما اختلطوا؟ ماذا قال عقلاؤهم؟ ماذا قالت أبحاثهم؟ ماذا قالت اعترافاتهم؟ إنهم يسعون سعياً حديثاً ببعض البلدان لفصل الجنسين، لأنهم رأوا آثار ذلك في قضية ارتكاب الفواحش والسفاح المحرم، الحمل المحرم. بل أعلن وزير التعليم الفلبيني أنه يرغب في تعيين عدد أكبر من الذكور لتدريس الذكور ليتحلوا بصفات الرجولة بدلاً من الصفات الأنثوية التي يكتسبونها من مدرساتهم في الفلبين. عباد الله، لقد اكتشفوا ضعف إبداع ومحدودية مواهب وإعاقة التفوق الدراسي وقتل روح المنافسة والانشغال بالمظهر، بل مشكلات ما أزمات أخلاقية في التعرض لمضايقات بين الجنسين والتحرش، وكذلك انتشار الجرائم الأخلاقية، ومشكلات أكاديمية في انصراف بعض الجنسين عن التحصيل، وكذلك مشكلات اقتصادية كإظهار كل جنس كرمه وسخاءه للآخر مما يضطر للديون، أو تصرفات خاطئة لتحصيل المال ومبالغة في النفقات على المظهر الخارجي، وتحولت بعض الفصول الدراسية إلى عروض للأزياء، وهكذا وهكذا من الإشكالات التي وجدها عقلاؤهم في أسباب ضعف التحصيل الدراسي. وأما القضية ككل من أخطار الاختلاط وأضرار على الاقتصاد عموماً وعلى الأمة عموماً وعلى الأخلاق عموماً وعلى الجرائم وانتشار الجرائم عموماً، فإنها قضية أكبر من ذلك بكثير، والعاقل المنصف يعرف ذلك جيداً. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وتحصن فروجنا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا بحفظك، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة يا رب العالمين، اللهم اجعل فيها الشريعة عالية، اللهم واجعل فيها الأمن والرخاء والاستقرار يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين، من أراد بلدنا وبلاد المسلمين بسوء فامكر به، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك يا رب العالمين. اللهم اقض ديوننا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واهد أولادنا للحق، واهدنا نحن سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ارزقنا الجنة وأعذنا من النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.